مصانع الرجال رافد من روافد هذا الوطن بشباب مدرب ومؤهل. المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. انطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبدعم من القيادة الحكيمة في هذا الوطن المعطاء برؤية الاهتمام في صناعة التدريب والتنمية البشرية. امتد الدعم الملكي السامي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى جانب مهم في صناعة التدريب والتأهيل ليشمل الوحدات التدريبية، وذلك باستبدال وإنشاء وتجهيز 158 معهد تدريب مهني صناعي و48 كلية تقنية و39 معهداً عالياً تقنياً للبنات و4 كليات لإعداد المدربين والمدربات. تبدأ الحياة بنظرة أمل لمستقبل مشرق وحب كبير لوطن عظيم ولقائد عظيم.